نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع. فأما أن يكون المواطن مغربي أو غير مغربي وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب ودقت ساعة الوضوح، فأما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا. Contre la corruption, je serai présent dimanche à 5h en municipalité. C'est واحد النقطة مهمة ما قلتها لكمش، السكينة ديال مدينة فاس وهي المناطق الخضراء. راني ما جبتهاش لأن جميع المناطق الفلاحية طلعوا فيها العمارات، وهادشي كلشي الناس كتعرفك. دابا راه تنقول لكم إلا كان الميثاق الدولي والقانون الدولي عطى للناس في جميع المناطق ديال دول العالم 12 مترو كاريال لكل شخص، راه حنا مدينة فاس ما عندناش حتى نص مترو. والله من هذا منكر، وافقوا شي شويه واجيو نهار 23 وقفوا معانا. 23 شهر 6 الوقوف بجانب هذه الجمعيه مجموعه تراث الملك والشعب لنوقفوا جميعا ضد مافيا العقار وضد المفسدين جميعا. الله الوطن الملك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. من اجل القضاء نزيه غادي نخرج نهار الاحد مع الخمسة العشيه لمحاربه الفساد. المهم السلام عليكم، انا واحد من ولاد هذا الوطن وبالخصوص هذه المدينه مدينه فاس، وكنشتغل النقل الحضري لمدينه فاس هذه فتره ديال 26 او 27 سنه قبل لا يظهر رمز الفساد في هذه المدينه، قبل لا يكون له اسم في هذه المدينه، والان هو له اسم وكيظن انه امتلك هذه المدينه بطريقته الفاسده. انا ضد الفساد الى ان يظهر الحق ان شاء الله. متعودين عليه الساكنه ديال مدينه فاس بجميع الشرائح ديالها الخروج والوقوف معنا في هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي غادي ننظموها من اجل محاربه الفساد بشتى انواعه، من اجل المطالبه بالحقوق واسترجاع المكتسبات والحقوق، من اجل العداله الاجتماعيه وكل اشكال الحياه الكريمه. العداله الاجتماعيه باسم المجازين ديال مدينه فاس تندعو جميع المعطلين من داخل هذه المدينة للحضور يوم 23 يونيو على الساعة 5 يعني قرب مجلس البلدي ديال مدينة فاس، من أجل القول كلمة واحدة هي لا للفساد ومن أجل إسقاط الفساد. السلام عليكم. تندعو جميع الفعاليات وهيئات وأطر عليا وخصوصا الطلبة باش يخرجوا نهار 23 يوم الأحد أمام المجلس البلدي باش يحاربوا جميع الفساد والمفسدين بشكل نهائي. الشباب المغربي الشباب المراكي ندعو كل من يساهم في ضد الفساد مدينة فاس أن ينضم إلينا يوم الأحد على الساعة 5 قرب المجلس البلدي بفاس. وشكرا. باسم جمعية المغربي للشباب بسم الله الرحمن الرحيم. باسم جمعية المغربية للشباب الملكي، نحن نريد محاكمة الفساد، ليس عفى الله عما سلف. نحن نريد محاكمة الفساد وليس كلمة عفى الله عما سلف. نرجو من جميع الجمعيات المغربية أو حقوقية أو رياضية ينضموا معنا يوم الأحد على الساعة 5 قرب مجلس البلد. وشكرا. اللي غتكون يوم الأحد على الساعة 5 وأنا تنقول لهم لحقوا هاد فاس، راه ما بقى فيها غير السويقات والبطالة. وعاش الملك والله ينصر سيدنا. نتيجة استفحال الفساد بمدينة فاس بكل أنواعه، أدعو جميع الفاعلين الجمعويين وكل رؤساء جمعية الآباء بمدينة فاس للخروج والمشاركة في تظاهرة الأحد 23 يونيو على الساعة 5 بالمجلس البلدي لنقول جميعا كفى للفساد، كفى لكل انواعه. وشكرا. اعتبار نحاربوا الفساد ونعيدوا الاعتبار لمدينة فاس للمواطن المغربي بصفه عامه. 23 يونيو هو دعوه مفتوحه للجميع من اجل قضاء الفساد تحت شعار الله الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. مدينه فاس مدينه غاليه علينا وشبابها وسكانها، من اجل رد الاعتبار لها
ندعو جميع الشباب كبارا جميع الشباب ذكورا واناثا بتواجد يوم 23 شهر 6 الخميس مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا جميعا لنكسب تاريخا جديدا لهذه المدينة الغالية من أجل محاربة الفساد، من أجل محاربة الزحف الإسمنتي، من أجل محاربة المافيات التي تقتل تنسيف الأمن في المدينة وتساهم بتخريبها تنمويا واجتماعيا. وشكرا. الجالية المقيمة في المهجر المتضررة من الترامي على الأراضي ديالها، كنعلن باسم ثورة الملك والشعب الخروج يوم الحد على الساعة الخامسة مساء، وعاش الملك والله ينصر الملك. مجموعة ثورة الملك والشعب ومن أجل قضاء النزيه، صحة دائمة، تعليم شامل، أدعو ساكنة مدينة فاس للخروج يوم 23/6 وشكرا. من أجل هذا الوطن. من أجل هذا الوطن. يلا. من أجل هذا. من أجل هذا الوطن الحبيب غادي نخرجوا إن شاء الله نهار الحد المحطة ديالنا 23/6 لمحاربة مافيا العقار في مدينة فاس وشكرا. الباقي قليل أيها المفسدين. جا الوقت باش يقول المعطل الكلمة ديالو. جا الوقت باش يحارب الفساد من داخل هذه المدينة. من أجل استرجاع يعني الكرامة لهذه الاجتماعية وحقنا نحن الشباب الذي تكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح: خذلوني الشيوخ ونصروني الشباب. جميعا من أجل محاربة الفساد. جميعا من أجل استدراك التأخر التاريخي الذي عانت منه هذه المدينة طويلا. باي باي أخطبوط الفساد. لنقف وقفة رجل واحد ضد الفساد. مرحبا بساكنة فاس يوم 5 يوم 23/6 الساعة الخامسة بالمجلس البلدي. موعدنا على الخامسة مساء يوم الأحد. لا للبطالة، نعم للعيش الكريم. جئت من أجل الرؤية الصالحة. سنقف في وجه الفساد هنا بمدينة فاس. الحد أو سندوز على الأحد شوية. We work or die. ما عندي الطرف حسن. قادمون قادمون قادمون، نحن للتغيير قادمون. نجين نجين فسر. يلا الشعار الوطني. ما للتغيير